النهائية في ثلاث مرات. الحكم الدولي السويسري يعلن صفرة البداية، والبداية لمصلحة المنتخب المحمولة على مستوى شوط المباراة الأول. كرة داخل منطقة الجزاء تأتي، لكن التصدي والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. راشد الحوطي في المكان المناسب، منتخب البحرين على مشارف في منطقة الجزاء أرضية الملعب، لكن لمصلحة منتخب البحرين الآن بكرة داخل منطقة الجزاء. ملعوبة الكرة الماضية، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. حكم المباراة ليونيل جيدي هو من يعلن. جهراني سلطان الغنام، سلمان الفرج يعود إلى التشكيلة الأساسية، ومن خلال هذه التشكيلة كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. مطالبة بركلة جزاء بلمسة يد سيد مهدي باقر، هو من لعب كما جرت العادة. بالنسبة لليو سوزو، ياسر يضرب العارضة، يضرب العارضة في محاولة أولى قوية جدا وخطيرة لمصلحة المنتخب السعودي. أكثر لاعب ضرب العارضة والقائم في بطولة كأس الخليج. الفكرة بعد ذلك لتستمر بحول الله ولتسعى، وعن طريق حمود سلطان. حمود سلطان فاكهة من فواكه في الدقائق الأولى. ملعوبة المحاولة بشكل مباشر تأتي، لكن إلى خارج أرضية الميدان. إلى كرة ركنية أخرى، لا، ركلة مرمى. بالنسبة للأحمر البحريني، كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب السعودي. تبدأ الحرارة ترتفع شوي شوي، لا مكان لأصحاب القلوب. كل هذه الأشياء تأتي من أجل أن تترجم فعليا. الكرة الماضية عادت من جديد، تدخله ركلة جزاء ليونيل جيدي. جيدي 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 يعلن عن ركلة جزاء لمصلحة الأخضر الآن في الدقيقة العاشرة منذ بداية أحداث الشوط. انفراد بالوصافة، سلمان سلمان سلمان، لا 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 ضاعت على سلمان، ضاعت على سلمان، بعيدة عن مرمى السيد محمد جعفر إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى التي قدمتها البحرين وعبد الرحمن أيضا. رينجو، رينجو من الأسماء التي قدمت منذ بداية أحداث شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة لمصلحة المنتخب البحريني، جعفر، ولتستمر الأمور تعود في الجانب المقابل. بحرينية بحرينية بحرينية، أوهو، فواز القري نجم حراسة المرمى في خليج 24 يبعد الكرة والمحاولة الماضية، ثم بعد ذلك التدخل من ياسرية. هذا في الجانب المقابل، بحرين بحرين بحرين، أوهو، فواز يتصدى، فواز يتصدى لمحاولة ملعوبة الآن قصيرة الكرة الماضية داخل منطقة الجزاء. لكن من شوط المباراة الأول على أمل أن يكتمل المنظر خلال لحظات قليلة قادمة بحول الله من أحداث هذه المواجهة، والجماهير في ازدياد بكل تأكيد. مسألة وقت، خمس دقائق وتكتمل، تصل إلى عبد الله طيف. عبد الله في الجهة اليمنى، عرضية ملعوبة، الكرة داخل منطقة والغرة. كل مباراة صاروخ وغرة، كان صاروخ جودي. كل ما أشاهد لقاءات المنتخب. عرضية تأتي من سلطان، لكن أيضا بعيدة عن، لا زالت في أرضية الملعب، لا زالت في أرضية الملعب لمصلحة المنتخب البحريني، لكن أيضا إيجابية خلال السنوات الماضية. مرة واحد منتخب السعودية من أجل لقب خليجي رابع، من أجل لقب خليجي رابع. السعودية راحت كأس العالم أكثر من حققت بطولة كأس الخليج. السعودية فازت بكأس آسيا كثر ما حققت بطولة كأس الخليج. السعودية غابت عنها بطولات الخليج لسنوات وسنوات، لكن أيضا نعلم تماما بتعادل إيجابي آخرها. كرة بمحاولة داخل المنطقة، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تحولت إلى ركلة مرمى. خبراني خبراني يلعبها، تصل إلى مهدي حميدان، حميدان البحث عن العرضية، تأتي العرضية داخل منطقة الجزاء، والتصدي في المرة منطقة الجزاء لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة. من خلال أحداث هذا اللقاء، كرة محاولة ملعوبة أمامية، لكن أيضا حارس المرمى سيد محمد جعفر، سيد محمد جعفر. دقيقة
الدقائق الخمس الأخيرة، كرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء الرأسية، تأتي خطيرة. فواز، فواز في التوقيت المناسب يبعد الكرة المافية إلى خارج أرضية الميدان ويثبت فعليا، يبحث عن التقدم الشهراني. أرضية لكن كل منتخب غاب من خلالها، كرة محاولة أمامية ملعوبة الآن لكن تصفق، توازر، تشجع، كرة ملعوبة تأتي للبحرين باسم البحرين، البحرين في منطقة الجزاء، محاولة ملعوبة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، كرة كوميل الأسود تصطدم، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. نهاية أحداث شوط المباراة الأول، كرة تصل إلى الحمدان، الحمدان مطالبة أخرى بركلة جزاء، سقوط لعبد الله الحمدان داخل منطقة الجزاء، ينتظر من خلال محاولة التقدم على مشارك في منطقة الجزاء، تسديدة تأتي في أرضية الميدان، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، عرضية تأتي والتصدي لبعيد إلى خارج أرضية الملعب، زياد الصحفي في المكان المناسب يبعد الكرة والمحاولة في منطقة الجزاء، أبعدت الكرة الماضية، عادت مرة أخرى، أصافي خطيرة 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 ملعوبة، زي وحيد بالنسبة للمنتخب السعودي من خلال شوط المباراة، الشيخ كوميل الأسود، علي مدن، وبالإضافة إلى اللاعب اللي هو مهدي حميدان. وخلال هذه المواجهة يبدو بأن عبد الله عطيف كرة عموما بمحاولة وتسديد لكن عند حارس المرمى فواز القرني. عبد الله عطيف ترك أرضية الملعب، وطلال عبسي هي من سالم في منطقة الجزاء لكن تغطية وإبعاد، تغطية إلى ياسر، إلى سالم، إلى كرة ملعوبة، إلى محاولة، أفضلية الأخضر، عرضية في منطقة الجزاء رأسية من فراس البريكان لقبي، محاولة لمصلحة المنتخب البحريني الآن، 4-3 تسديدة تأتي لك، وين بعيدة عن المرمى، كرة كوميل الأسود وصلت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى ركلة لقب مع المنتخب السعودي، ممكن يكون اليوم هيرفيرينا، كرة داخل منطقة الجزاء، الحمدان 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 ينطلق، الحمدان حبته حبته، الكرة اللي بدأت في بغداد سنة 66 في أول سبيل الرائع خالد الحدي، وكما ذكرت توج بأول ألقابه البحرين عن طريق ابنها خالد الحدي بلقب أفضل معلق في خليج 24 في المباراة النهائية، كرة تصل إلى سلطان الغنام رأسية من الحمدان لكن كرة عبد الله الحمدان إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، عبد الله الحمدان تلعب قصيرة بعد ذلك عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية تأتي قبل ذلك غرب آسيا، كرة بمحاولة عرضية في منطقة الجزاء تأتي الشوط الإضافي أو الأصلي الثاني، كرة عرضية خطيرة ملعوبة، جول بحرين بحرين بحرين، وبأقدام ابنها الرماحي تسجل أول أهداف اللقاء، تسجل هدف المباراة النهائية، تفجر الأفراح في كل مكان، يا مال يا مال، تسجل البحرين ويضع كرة في المرمى ليتقدم المنتخب البحريني الآن بأول أهداف اللقاء، هي لا 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 لا